لولدي هذا ملي مرض لي، ملي بقى كان يقرا وخرج من المدرسه ودخل دار القران، خرج بقى كيولي خرج من دار القران داكشي ديال الارهاب، ملي سدد اي دار القران بقى كيمشي للصنعه شويه، وهو ولا جاني بقى كيجي كيضرب كيساب كيغوت، بقى كيمشي صافي ديتو للطبيب ما ساعدو، ما الطبيب ما دار لي ليه والو. 12 يوم في 13 يوم كيديوه لي البوليس وكيجي كيعيطو كيقولوا لي اجل ولدك، ولدك ما فيه والو. عييت ما نجري سبكت، خليت اي طبيب، ديتو للدكتور بن عبد الله نفساني، ديتو لود غيري، دوست له اي دواء اللي كيستعملو ما كيجيبش الله عليه، وقد ما كيزيد صافي كيبقى يدلع. واحد شويه هو كيتعرض لي للاغتصاب، اغتصب واحد السيد هنا، دابا داك السيد مات الله يرحمه. فاش تعرض للاغتصاب شديتو، قلت له ولدي اللهم نشدك هنا في الدار، ربطتو هي، فاش ربطتو صافي خليته وخرجت نخدم عليه. ما بقاليش كاع، ما بقاليش باش نولي، عييت ما نسبق ونجري. الفليسات اللي قال داك البركه اللي كانت عندي طبيتها عليه وخرجت كنخدم، شديتو حدايا حوز اموري الله. هذه عام دابا ونص وانا رابطه، كنوكلو ونشربو وقاسا كنرجع الله تعالى انا وياه وام سيدنا محمد. كنطالبو ولاد ام الله خوت محسنين يشوفوا فينا لوجه الله تعالى وتبارك. وهاد شوفوا غير محالات هاد الولد، رحنا لا واد الحار لا والو، الطاسه كندخلها له هنا معاه ولا ما لا عيشه، انت كتشوفوا كل شيء بعينيكم. الغالب الله القصدير ما عايشينش، ما عايشينش، المهم عايشين عيشه معدبه والله مالك الحمد، الحمد لله. كنطلبوا من خوتنا المحسنين اللي كيشوف فيهم لوجه الله تعالى وتبارك، شوف لي غير محال هاد الولد عيشة كلها، بغيت غير ولدي يشوف له ربي، يجيب له ربي اللي يداويه واللي يشوف من حاله وصافي.